بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 11 رمضان 1437 للهجرة الموافق 16 يونيو 2016 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، نذكر منها مشروع مرسوم يقضي بتنظيم التحسين الوراثي للحيوانات الداجنة، وستتدخل وزيرة البيطرة للتعليق على مضمون هذا المرسوم، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كان لي الشرف اليوم أني قدمت أمام مجلس الوزراء مرسوم يتعلق يقضي بتنظيم التحسين الوراثي لدى الحيوانات الداجنة، وهذا يعتبر أحد النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي الرعوي اللي اصدر عن الحكومة سنة 2004، واللي من خلاله بعض مواده تتكلم عن آليات التحسين الوراثي في بلادنا. هذا التحسين الوراثي كيف دكتور تعرفوا عالمي به كاملين، برنامج أطلقته الحكومة منذ 2014، وهو إدخال سلالات من الحيوانات ذات جودة عالية والله ذات إنتاجية عالية، سواء في مجال الألبان أو في مجال اللحوم الحمراء. وبالتالي كان من الضروري أحيانا أن تعدل في النصوص تنظيمية تشريعية تنظم آليات التحسين الوراثي وجميع المقررات التي ترتب عليها عقدك. هذا المرسوم يتكلم عن كثير من النقاط الهامة، منها هي أنه لا يترتب عنه إنشاء لجنة وطنية للتحسين الوراثي تقع تحت وصاية وزارة المكلفة بالتنمية الحيوانية، إضافة إلى قطاعات أخرى لها ضلع والله لها دور مهم في مجال التحسين الوراثي لدى الحيوانات الداجنة كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأنه التحسين الوراثي عنده جزء كبير من الأبحاث العلمية، وبالتالي القطاعات المعنية كاملين المؤسسات العاملة في المجال اللي تنضوي تحت إشراف هذه اللجنة، اللي تعتبر أحد التوصيات المنظمات الفنية اللي كالمنظمة الأمم المتحدة للتنمية والزراعة FAO، لأن كل بلد دخل برامج التحسين الوراثي في سياساته الإنتاجية والله في إطار دعم التربية المكثفة عنده، يالتو تعود في لجان توجيهية تضع الخطوط العامة والعريضة لاستراتيجية الدولة في مجال التحسين الوراثي. التحسين الوراثي بلدنا والحمد لله شهد نتائج قيمة على غضون السنوات الأربعة الماضية أو الخمسة الماضية على الأصح، ونسبة نجاح هذه العملية التحسين الوراثي لدى الحيوانات الداجنة أساسا لدى الأبقار تبلغ ما بين 40 إلى 45 نسبة مئوية مقارنة بكثير من بعض الدول الإفريقية، خاصة في المنطقة دول شبه المنطقة اللي أحيانا تمشي إلى 30-35 و32 إلى ما شابه ذلك، واللي دوليا وعلميا على عن أحسن نتائج قد تم تحصل عليها بهذا الإطار ما قد تعدات 60%. هذا من اللي يدل على التقنية والتنظيم المحكم لهذا البرنامج اللي شرفت عليه الحكومة منذ سنوات، واليوم ولله الحمد عندنا جيل أول بات عاد بالآلاف، وعندنا جيل ثاني من هذا الحيوانات المحسنة وراثيا، وقيمته الإنتاجية فيما يتعلق بالألبان تجد أضعافا مضاعفة الذي ينتج سلالاتنا المحلية. طبعا لأن سلالاتنا المحلية إنتاجيتها تمشي ما بين لترين إلى 4 لترات الانهار، هذا النوع من جيل من الحيوانات المحسنة وراثيا تمشي ما بين 10 إلى 14 لتر من اللي يخدم السياسات الحكومية في مدى إجهال إنتاج الألبان، لأن التوجه في إطار التربية المكثفة والتربية شبه المكثفة اللي تدخل في آليات التصنيع بصفة عامة مهم لهذا النوع من البرامج واللي سعرتها الدولة على إنشاؤه. إضافة إلى بعد مرحلة ثبت نجاح البرنامج، كان من الضروري على عن إدخال الشركاء المهمين اللي هم المنمين في العملية، يعودوا شريك فعلي حقيقي لأنهم هم المستفيدين أساسا من جميع الخدمات اللي تقوم بها الدولة وجميع التكاليف اللي يكلف هذا البرنامج إلى اليوم على حساب ميزانية الدولة 100%. فهم أيضا نقاط أخرى مهمة في المرسوم تأكد على عن هذا التحسين الوراثي، لابد من تعريف المادة الوراثية ودفتر الالتزامات المدخلات كاملة اللي تدخل في إطار التحسين الوراثي، ياكنا نحافظ على سلالاتنا من ناحية ونحافظ على السلالات الجيدة فيها، ومن ناحية ملي أخرى نحافظ على السلالات الجاية نعود عندنا معلومات أدق ونعود ضابطين
دفتر الالتزامات كاملة. هذه البرامج تعتبر من البرامج الرائدة في تنمية قطاع البيطرة، من البرامج اللي مهمة في تنمية شعبة الألبان، واللي أعطاه فخامة رئيس الجمهورية دعم كبير ومقبض على ميزانيات الحكومة، وتعتبر أهم مكونات البحثية اليوم في مجال تنمية شعبة الألبان. إضافة إلى أن فم بعض ملي وحدد في المرسوم شنو هي الحيوانات الداجنة الموجهة للتحسين الوراثي، لأن احنا حددنا بعض من الحيوانات اللي هي الأبقار أساسا، واللي تجربة نتائجها واضحة للعيان، إضافة إلى المشترات الصغيرة الأغنام والضأن، واللي تجربتها اللي تدخل في غضون شهر ولا ذاك، والله إضافة إلى مولي التحسين الوراثي لدى الإبل بناقل الأجنة، واللي المركز بعد عاد جاهز طاقم وجاهزة وأموره كاملة جاهزة، كان يكتمل فقط المنظومة التشريعية اللي صادق عليها مجلس الوزراء. وأشكركم والسلام عليكم. اولا كنا قاعد نختاروا، اولا رانا من ياكل وزير على التفتيش اللي خلق، قال كان هذا سؤال مهم، بمعنى الخريف فيه مرينا بمقاطعه الطينطان، ويعطيكم لا تراجعوا مسلخة الطينطان اللي موجوده اللي دائما يجي من شراح مت الضنك قبل الخريف. سؤال مطروح للوزير. نعم السيد الوزير، فما قضيه الناتس عن المأموريات السيد الرئيس، قال احنا قاعد ساق مأموريه السيد الرئيس نسول عن المأموريات هذو اسلاك البيطره وغرفة غرفة الصناع التقليديين وأرباب العمل والبرلمان، مكتب البرلمان اللي عليه غرك صراع قوي اللي الناس دور تجديده، ومكتب مجلس الشيوخ اللي ما وجدد. وشكرا. نتائج وما شفناها مثمرة من رأي تماشي ولا تقيح والتحسين الوراثي والتكاليف، أين تري يعود منتج هذا صالح لغضي الأسواق؟ السؤال الآخر قضية المسارخ، نشوفوا في السيارات عليهم الحام، ونشوفوا طوابل درس عليهم الحام، انتم قلتوا تعدلوا مسارخ متطوره حتى الان ما فات جلسه، انت تعود هذه المسارخ جاهزه. سؤال قضيه مصنع الالبان، هذا مصنع الالبان قالوا عنه الرئيس السيد الرئيس ما دشنوا لانه فيه قدر من الفساد وعن ما هو جاهز بعض، انت يعود هذا المصنع الالبان جاهز. سؤالك الاول فيما يتعلق ب تحسين السلالات وشن هي الفائدة؟ هي الفائدة فاتعة متوخات، يعني ربما ياسر من الناس اللي ما هي عاملة في المجال ما طالعت عليها. اليوم خاصة ولاية ترالزة اللي بدأت بها هذه حملات التطعيم التلقيح الاصطناعي من 2011، هذا المنتوج الأول من الجيل الأول والجيل الثاني الموجود على مستوى ترالزة لدى المنمين الخصوصيين كامل ملقح صناعيا لدى المجال عن نموذجية القطاع الوصيل اللي هو قطاع البيطرة. وهذا مولي المزارع اللي توف على ضواحي مدينة نواكشو فيه مجموعة كبيرة من الفرم من المزارع اللي تنتج فيها أجيال من السلالات المحسنة الوراثية، وتقدم مصانع الألبان اليوم الموجودة على مستوى نواكشو، طبعا ما قدين قال ما فمعت مردودية. هذا لي سنتر دو كوليكت نقاط التجميع اللي في ترالزة اليوم، اللي ترالزة فات لحقت ذروة الإنتاج بلي لها 5 سنوات في البرنامج. هو بدا في ترازا ومن ثم تبنات الدوله تدريجيا ادخاله جميع الولايات، لين عاد عندنا حوض لبني من عند ترازا الى الحوض الشرقي، الولايات السته المعروفه بالكثافة الحيوانيه كلها فيها مزرعه نموذجيه. واليوم فتنا حصلنا ما يزيد على 8000 زائد بقره، ونعطاتنا منها ما يزيد على 44% من السلاله الجيل الاول، وكاملين كلهم ينتج معدل الألبان ما بين 10 إلى 12 لتر، وفي ظروف مالية مناخية جيدة، وفي ظروف تغذية مناسبة، وحيوان يسرح مع حيوان الرعيان العادي. معنا البرنامج بصفة إجمالية نتائجه كاملة مرضية. قضية المسالخ، صحيح المسالخ قطاع منذ تحديث التشريع القانونية مؤخرا اللي قط جايتكم فيها هون فيما يتعلق بالرقابة الصحية والتفتيش اللي تعتبر المهمة الأولى من مهام قطاع البيطرة. وطبعا أنت أنا نقول الرقابة والتفتيش معنا عنا لنحسن الإطار كامل لسلسلة كاملة تدخل في اللحوم الحمراء، من المنشآت، من آليات التفتيش قبل الذبح بعد الذبح، وفهم النقل وفهم التسويق لين يوصل للمستهلك بصفة مرضية. يا غير نحن اليوم فتنا في مراحل تقدمنا فيها وفات وحسن فيها الظروف بشكل ممتاز، في مراحل اخرى داخل في اطار ذاك، غير مولي البرنامج لا يقدر يكتمل الا ما يقدر يجي بين عشيتي وضحاها. معنا اليوم اريات نقل اللحوم على المستوى الحضري بعد اساسا في نواكشوط اللي فيه تقريبا مليون من البشر، والحمد لله الاستهلاك اللحوم كبير، ما ترى انتقال اللحوم من المسالخ الرسميه
يكون السيارات تعود مناسبة. وما اللي وعدلت مع المهنيين معنا عنها الناس العاملة في المجال، سعينا على أن نكونهم في إطار استقلال والله نغلو لحوم بظروف جيدة. عدلنا مخططات والمجازر العصرية اللي ظالت تعود تبيع اللحوم الحمراء، ودراسة عدلتها الوزارة وجبرت قروض ميسرة جميع العاملين في ذا المجال عن طريق سددي، لكن هم يكملوها. يا غير حد نعطى له قرض اليوم ما يقدر يبني في نهارين ثلاثه، معنى عنه ملي فهم رقابه على ذوك المنشات. هذه من ناحيه اخرى. الناحيه الثالثه واللي اهم هي المنشات الذبح براسها اللي هي المسالخ. وطبعا المسالخ في المواكشوط فيهم واحدين عادلهم شي وكانوا دائما يرموا، يا غير هم برنامج مبارك معاه ان شاء الله راجعين ينفضون اشهر يرى النور ويكتمل وتعود رجال الاعلام قاعدين يطلعوا عليه في تحديث المنشات الذبح كامله. به اللي الطاقة الاستيعابية ذاك ما هي الطاقة الاستيعابية عند إنشاؤهم هو، وبالتالي ذاك يأثر على نوعية الخدمات. هون اليوم في إطار المنظومة التفتيشية ما ينذبحش بطولات المواكشوط ما مفتش قبل الذبح وبعد الذبح. طبعا مؤخرا واللي زامنت الحملة مع اكتمال التشريع مولي مع بداية الشهر الكريم واللي دوت عدو شاهدتوها في الإعلام الرسمي، إن جميع النقاط خلق التفتيش ما هو اللاعب في البطولات وحدهم في بلايدة كاملة تقدر تجبر فيها مواد من أصل حيواني، كانت لحوم، كانت دواجن، كانت ألبان، مشتقاتها موجهة للاستهلاك البشري تمر عليها المنظومة التفتيشية. اليوم يوميا المصالح البيطرية بالإشراف بتنفيذ من المندوبيات الجهوية في نواكشوط وفي الداخل تصادر كميات اللحوم شي كامل ما عليه ختم المصالح البيطرية ما يقدم في الأسواق. يعني هذا مليار تتواكبه توعية لدى العاملين في المجال، لدى الناس اللي تشتغل في أماكن البيع بلي نوع من الوعي الصحي تقتضيه المدينة، ما هو ذاك النوع الاصلي اللي معتمدين عليه الموريتاني. معنى عنه تنظيم سلسله في اطار ثقافه المجتمع ذنبته يحتاج ياسر من يا غير احنا مولي في اطار التنظيم والتفتيش والعقوبات نعدلوا مولي الارشاد والتوجيه للعاملين في المجال حفاظا على الصحه العموميه اللي هي همنا الاول. فيما يتعلق بمصنع الالبان، مصنع الالبان مرحلته التجريبيه اللي دخل في زياره رئيس فخامه رئيس الجمهوريه المدينة النعمة يوم 3/8 ودشنت، وبالمناسبة المصنع وعدل انطرح حجره الأساس 2013، معنى أن المنشأة في زيارة فخامة الرئيس الأخيرة كانت منشأة مكتملة من جميع وحداتها، معنى أنه نفذت في وقت قياسي. في العقود المصنع على أنه فم وكالة اللي هي وكالة الدراسات ومتابعة المشاريع لانسب هي الماتر دوفراج ديليغي اللي مشرفة على تنفيذ البرنامج، وطبعا المؤسسة اللي تنفذ المصنع مؤسسة هندية وما زالت هي اللي عندها تباشر الأمور الحالية الفنية في المصنع. المصنع يعتبر استثمار مهم في منطقة تعتبر عندها خصوصية في الإنتاج الحيواني، عندها خصوصية في إنتاج الألبان، معنى أنه بعده هو الاستراتيجي والاقتصادي بالغ الأهمية. لا هي ينتج طاقته الاستيعابيه اليوميه 30 لتر وقابله للتوسعه، وعنده 30 الف لتر يوميا، 30 طين يوميا قابله للتوسعه، عنده ذات مراكز تجميع موجوده فاتوا حد مكانها، وفم برمجه على مستوى المجزره في توسيع مراكز التجميع الى 7 أخرات، لان ولايه الحوض الشرقي ولايه جغرافيا واسعه والتوزيع الحيوانيه فيها هم اللي متفرقه. بالتالي اهتمام مولي من أهمية البرنامج مصنع الألبان كمصنع اقتصادي وذا بعد اجتماعي، بدلا من نجيبوا له دفر ونجيبوا فيهم البقار ونديرهم تامين حلب ويصنع، ندوروا إنتاجية المصنع وألماتها من الحيوان والله اللبن اللي عند المنمي ياكل ويدخلوا في الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من المصنع. وبالتالي المخطط من هون إلى نهاية العام فما درت مراكز تندارفات وحددوا أماكنها، وفعلوا طول السنة القادمة فما 4 أخرى لا يعدلوا لا يقذوا المجتمعات والله التجمعات القروية اللي حداهم والفائد القابل للتصنيع يقيس المصنع ياكنو ينتج. المصنع فيه ذات خطوط، خط إنتاج بسترة هو اللي متعاقد عليه الشركة الهندية واللي ما زالت تشغله، خط إنتاج طويل المدة وتشرف عليه شركة إيطالية، والتكنولوجيا المعاملة فيه من أحدث تكنولوجيا تصنيع الألبان الأوروبية اليوم، طبعا خط مشتقاته. فم تدشينه المرحلة أول بكاكط من اللبن تجريبيينه في زيارة فخامة الرئيس ودشن بها المصنع، فم فترة تست اختبار
مسؤولة عنها الشرائك اللي الشركات اللي معدلتو يالتي تواقبوا والمصانع بالمناسبة ما هي لا دار حد تم قاعد فيها يبنيها ويفرش قاعد خصوصا الصناعات الغذائية فم قلاج يعدل وفم ضغط الهواء وضغط المياه الباردة والمياه المالحة نسب الإنتاج في حالته الحق معنى أنه عمل فني بحت يحتاج لياس من التجريب نين نفوت يمرح يمرق المرحلة التجريبية وتستلم الشركة اللي انشأت الدولة اللي هي الشركة الموريتانية لإنتاج الألبان يتعود ساعة منتجاته تصدر للسوق ضرك يعدل منه الشيء يستك يأناليز مرحلة في مجال التصنيع دنبته طبعا المصنع يدور إن شاء الله يقضي السوق وفيه مراحل أنواع التصنيع كاملة المبستر فيه طويل المدة يزيد على 7 أشهر و9 في قضية أصبحت تستحوذ على الاهتمام الإعلامي ولو أنها عندها بعد قضايا بحث لكنها أيضا قضية رأي عام قضية مقتل الشاب المرحوم زيني واعتصام أهله أمام القصر وأهله على الأصح أمام القصر الرئاسي منذ أيام أنتم كحكومة كجهات رسمية إلى أين ستتجه هذه القضية هل سيعاد فتح التحقيق في هذه الحادثة أم ستستمر الأمور بهذه الدوامة اليوم تمت إجراءات البعض يراها مضايقة للاستثمار المغربي في البلد تمت فرض إجراءات على شركة موريتيل ومصادرة رخص بعض العمال المغاربة هل هذا الإجراء تم بالتشاور مع السلطات المغربية أم هو حلقة متقدمة من التوتر الذي يتحدث عن البعض في العلاقة بين البلدين أصدرتم بعض التصريحات مؤخرا حول ميزانية الجيش والحوار أثارت هذه التصريحات جدل واسع خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي هل من توضيح لها شكرا السؤال سيد معالي الوزير تعلق بالقمة نرى معالي الوزير شنو المستجدات الأخيرة نرى كان القمة مازالت في وقت المناسب وشنو الإجراءات الأخيرة اللي اتخذت الحكومة من أجل يعود المطار جاهز لاستقبال الضيوف رئيس الموريتاني قال خلال زيارته للنعمان ان الحوار لا يبدا بعد 3 أسابيع والله 4 أسابيع لحد الان ما فات بدا نبقى نعرفوا شنو اخر مستجدات في قضيه الحوار خصوصا ان سمعنا ان همات شخصيات نافذه في القصر الرئاسي بدات يعني تلتقى بعض من قيادات المنتدى مع ان المنتدى انفذ كامل نبقى نعرفوا اخر مستجدات قضيه الحوار بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسؤال الأول المرحوم زيني قضيته كما تعلمون تناولها الرأي العام وبأساليب مختلفة لكن هي كيف تعرفوا إشارة فيها تحقيق من قبل الشرطة وكانت عند ما بين الشرطة وعند نيابة وإلى عاد الله يعاد فيها التحقيق هم اللي قرروا بالنسبة لقضية موريتيل ما فيه أي عمل يسيء إلى العلاقات المغربية الموريتانية بل هي علاقات ممتازة ولا فيه مولي أي استهداف بمستثمر وإنما الإجراء اللي حصل من مفتشة الشغل هو يتعلق بأن هناك موريتانيين كيف تعرفوا الموريتانيين يلتهم يعود لهم الأسبقية في استثماراتهم الموريتاني سواء كانت في العمل خصوصا في عقود العمل وفيه موريتانيين جرى إنهاء عقودهم واستبدالهم بآخرين غير موريتانيين وهذا موضوع يعني مفتشة العمل فهي تبحث في هذا الإطار كمان هناك مولي كيف تعرفوا الشركات الاتصال عندها بعض الأجهزة الحساسة اللي عندها تأثيرات أمنية وغيرها وينبغي أيضا أن يتأكد من العاملين على تلك الأجهزة أنها تستخدم في غرضها الحقيقي وأنها ما تستخدم استخدامات أخرى وهذه كلها قضايا تتعلق بمفتشة العمل بينها مع مستثمر له بها علاقة ولا لها أي علاقة بالعلاقات المغربية الموريتانية اللي ممتازة وستظل ممتازة إن شاء الله بالنسبة للحوار سألتم عن الحوار الحوار نحن نرى أنه بدأ من تقريبا 10 أيام والحوار عنده مراحل فيه مرحلة التشاور واللقاءات اللي تسفر عن لجان تكون ورشات ومواضيع
وهذه بدأت تقريبا من أسبوع أو من 10 أيام. سمعت عن رئيس الجمهورية التقى بعض الأحزاب، والوزير الأمين عام للرئاسة أيضا يلتقي بعض الأحزاب، وهناك تشاور حول الحوار. الحوار بدأ، المرحلة الأولى من الحوار بدأت في الموعد اللي قرر رئيس الجمهورية. أما قضية الورش وهذه، هذه قضايا تطول، والحوار كما تعرفه مراحل، في مرحلة بداية اللقاءات وهذا هو الحوار، ونحن الآن في الحوار لكن في المرحلة الأولى من الحوار. ما على حساب المشاركة في الحوار، أنتم ما سمعتوا في الأيام الماضية فما حزاب يجتمعوا مكاتبها التنفيذية ويقولون أنها مقررة أنها تجي الحوار، والتقت أحزاب وعبرت عن استعداد الحوار. هذه هي مراحل، هو الحوار ما هو ما هو ما هو ما هو الصناعة، ما هو مصنع للألبان ولا هو ما هو ذلك. أنتم شادين أخبار، لكن الحوار عبارة عن تلاقي وتشاور إجبار الناس، وهذا بدأ من أسبوع في نفس الموعد اللي حدد رئيس الجمهورية. لكن الحوار مراحل طبعا، ونحن الآن في المرحلة الأولى ولا يجي المرحلة الثانية، ولا زال متاح للناس أنها 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 تشارك فيه، لأن مراحل الحوار الحاسمة فيه اللي هي تكوين اللجان والورشة طبعا ما زالت هي المرحلة التالية، لكن التشاور حول الحوار هذا حوار، وحول أجندة الحوار ومواضيع الحوار ومن سيشارك في الحوار، هذا بدأ من أسبوع ومن 10 أيام تقريبا. إذن المهم أن الحوار نحن نعتبره الآن بدأ في مراحله الأولى، لكن الحوار بمفهومه اللي الواسع يدعو مدة عندها مفهوم مبكط معين للحوار، قد يعود ذاك المفهوم. والحوار كيف تعرفه مرين مبدأ. شوف هو دائما نحن الحقيقة للأسف إبلاغ بيننا نوع من الهزال في تناول، الهزال الإعلامي في تناول بعض القضايا، والضجاع السوقية الإعلامية في تناول بعض القضايا، إن عدنا إن نتعامل مع إنه مع الكلام بشكل عدواني، بحيث إعادة الكلام مثلا على ظاهره واضح نحاول أن نلوع عنوقه ونعدله عملية اغتصاب إلين 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 ونعتصره إلين نخرج منه شيء ما هو المراد، ومن نعود الكلام مولي في سياق معين وفي إطار معين، نحاول مولي أن نعود نفهمه فهم حرفي بهيمي شكلي حتى وسطحي. أنا مثلا هون ما كنت أنا تحدثت لكم هون عن القفزة اللي قفز الجيش الموريتاني بآلياته البرية والبحرية والجوية، وتحدثتكم عن 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 إن 50 مليون دولار هذه اللي دائما يتحدثون عن الخلطة إنها لم تعد تساوي شيئا في هذا، ما ولذلك قلت لكم إنها قاع ما 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 تكفي قاع غاز ولا الجيش مدة 5 أيام. هذا يفهم منه إنها ما هي شوتوف، يا غير ماني قاعد نحدد محروقات آليات الجيش قايل تو إنها هي ما هي شيء وإنها ما تساوي، نوع من الغاية عندنا. أنا أراك منين تقول لي حد عن هاي القاع عنها ترفد الفرقاش، ونقول له هاي قاع ما ترفد باطح ولاهم، والله ما ترفد عائلهم، هذا ما معناته إنها إنها أنا لا نقول إنها ما ترفد الفرقاش. شفتوا أحد الشعراء وأنتم هون في وزارة هذا يقول للثاني يقول ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار، ما يقدر يقول له أنت ما قتلتني، أنت كيف تقول لي قتلتك وأنت لم تمت؟ لا هذا كلام يخرص سياقه ويخرص مع هذا تقول الغاية، وخرص السياق ويخرص مشان النص ويخرص المراد. أنا ماني قاعد نحدد ميزانية محروقات قطاع، أنا قاعد نقول أعلننا 50 دولار لا تساوي شيئا، 50 دولار 50 مليون دولار أمريكي لا تساوي شيئا في 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 ما فيما يتكون أو يتمتع به أو يعود عند الجيش الآن. والله يمتلك الجيش الآن من قوات هائلة بحرية وبرية، إنه حتى إنه العتاد الجيش ما يشتري له غاز لمدة يومين، والله هذا طبعا باب السياق بالغاية. هذا بغيكم تفهموا. القمة التحضيرات الهجارية وهي في موعدها، وستعقد إن شاء الله في أحسن الظروف وفي أحسن الأحوال، وقد بلغت الدعوات أغلب الرؤساء والزعماء والملوك العرب، وقد استجاب أغلبهم إن لم نقل كلهم، وهي ننتظر إن شاء الله تعقد في موعدها وفي أحسن الظروف. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.